كيف صار معكم الحادث؟ يا اخي نحن قاعدين بشرنا المنور قلعت ان الزقف من قذيفة من هليكوبتر ما هيك بقرية كفرعوية. يا لطيف يا لطيف. انت كنت تحت البيت اللي وقع؟ جوات الغرفة وقع البيت فوقي وقع. اذا صارت تمام هيك فوق لكم اللي هيك هيك صارت تمام. 29/8/2012 قرية كفر عويد، القصف بالطيران المروحي على قرية كفر عويد.